وصل. اهلا اهلا يا باشمهندس، نورت. طلع بيه بالظبط كده، منور مصحابه يا فندم. انا بس كنت حابب اقول لحضرتك ما كانش في داعي انك انت تتعب نفسك، لان انا اصلا هنتكلم وهنقول كل حاجه على رواقه يا باشمهندس. اتفضل قول لي بس تشرب ايه، لان القعده لسه هتطول. متشكر جدا، انا مش جاي الضيف، انا بس قبل اي كلام اسمح لي ان انا اكد لحضرتك، انا طبعا مش علاقه بالموضوع بتاع بنتي نجاة ده، ولا كان عندي علم سكت ليه يا باشمهندس؟ ما تتكلم، ما تحكي لنا حكاية بنت حضرتك المؤدبة الجميلة اللي على علاقة بكريم الحلوجي وقع فيها، وهي يعني بريئة ملهاش ذنب في أي حاجة. ولا بنتك الجدعة بتاعت التايكوندو اللي بتدافع عن كل بنات الجامعة وبتكسر دراع المتحرش والبلطجي؟ مش فاهم حاجة. ايه اقعد يا باشمهندس وانا هفهمك. انا مش عايز اقعد ولا اتنيد، انا بسأل ايه اللي لم يدور على بعض، وسيادتك ليك علاقه بالموضوع ده ازاي؟ يعني عايزين ايه بالظبط؟ جايين نبارك لك يا باشمهندس على النجاح الكبير والتفوق اللي عملته بنتك الكبيره. بنتي الكبيره؟ صح، بنتك الكبيره اللي راحت مضت مع شهيندا عثمان، وهتعمل لها برنامج اسمه بنت حلال. يا ترى هي بنت حلال؟ ولا يعني ده اسم لزوم الدعاية والحركات وكده؟ انت بتقولي ايه؟ بكرة ازاي رضو؟ ما انا كمان استغربت، جاردينيا منزلة الاعلان على الويب سايت، موجود قدامي اهو. طب انا عايزك تقري ايه اللي مكتوب في الاعلان بالظبط، ممكن تسمعولي كده؟ انتظروا الإعلامية المتألقة شادية الفلاني في أولى حلقات برنامج بنت حلال. الله عليك يا شادية بجد، الله عليك. واخد بالك يا رضوى إن الاسم اللي هي اختارته هو نفس الاسم اللي أنا قلت؟ عارفة يا أستاذ عارفة، بس الغريبة يعني إن برنامجها هيتذاع قبل حضرتك بساعتين. حلو جدا، حلو جدا جدا كده، أنا هلحق أشوفها قبل عرض الحلقة بتاعتنا. عظيم. رضوى، أول فقرة في البرنامج احجزيها لنا، ما تدخليش فيها اي حد، ولا تعملي مداخله، ولا تدخلي ضيف، ولا اي حاجه. اول فقره ايه بس يا استاذ؟ انت كده مش هتلحق تشوف وتجهز. هشوفها يا رضوى، هشوفها وانا اللي هبروزها بنفسي. ومن فضلك الخبر اللي انت قريتيه ده تبعتولي على الواتساب حالا. حاضر حاضر يا ريس. باي. قال ايه بقى؟ مش بيحبها ده انت واقع لشوشتك.